الزمن المستقبل مع الضمائر. Sanırım ki bu ders zor olacak hocam. Sanırım ki bu ders zor olacak hocam. أظن أن هذا الدرس سيكون صعبا يا معلمتي. Hayır, hiç zor değil. لا، إنه ليس صعبا أبدا. لنبدأ بلواحق الزمن المستقبل مع الضمائر والتي يتوجب علينا حفظها جيدا. أنا لاحقته إما أجام إجيم، أنت أجاكسن إجيكسن، نحن أجاز إجيز، أنتم أجاكسنز إجيكسنز، هو أجاك إجيك، هم أجاكلار إجيكلار. وكما اعتدنا بجميع القواعد في اللغة التركية، نستخدم التي تبدأ بحرف الآ عندما يكون آخر حرف صوتي في جذر الفعل آ، أ، أو، أو، أو. مثال كالأفعال يبمك الفعل، كالمك البقاء، أولمك فعل الكون. يبمك نجردها من مك، يبجام يبجام سأفعل. ونستخدم اللواحق التي تبدأ بحرف الـ A عندما يكون آخر حرف صوتي في جذر الفعل A E A U، كما في الأفعال جالمك المجيء، ألمك الموت. جالمك جال جيليجام جيليجام سآتي جيليجام. جيليجيكسين أنت سوف تأتي جيليجيكسين جيليجيكسينيز أنتم سوف تأتون جيليجيكسينيز. جيليجيك سوف يأتي هو سوف يأتي جيليجيك. جيليجيز سوف نأتي جيليجيز. جيليجيكلار هم سيأتون جيليجيكلار. الآن دعونا ننتبه إلى هذين الفعلين المتشابهين قليلا. أولمك ألمك أولمك ألمك. أولمك تعني فعل الكون، ألمك تعني فعل الموت. أولاجام أولاجام سأصبح سأكون، أليجام أليجام سأموت. مثال عندما يكون الطقس في الخارج باردا فنقول لأحدهم إتشيري جير هستا أولاجاكسن، إتشيري جير هستا أولاجاكسن ادخل للداخل فسوف تمرض أو سوف تصبح مريضا هاستا أولاجاكسن. أولاجاكسن سوف تصبح أولاجاكسن. أليجيكسين ستموت أليجيكسين. ومثالنا الأخير لهذا اليوم كالمك كالاجاز كالاجاز سنبقى كالاجاز. لو لاحظنا أن لواحق الضميرين نحن وأنا مختلفة عن بقية الضمائر فهي لا يوجد فيها حرف الكي، وذلك لأن لواحق الضمير أنا ونحن تبدأ بحرف صوتي، حيث عندما يكون حرف الكي بين حرفين صوتيين يقلب إلى يمشجي. أجاك لاحقة الزمن المستقبل، إن لاحقة الضمير أنا، أجاكم فهي تصبح غير صحيحة، لذلك أجام تقلب ك إلى يمشجى. للمزيد من الفيديوهات اشتركوا بالقناة وعلى الفيسبوك استركشبي.